الهيئة العامة للمعلومات المدنية اللي أعلنت إضافة مؤشرين جديدين في قسم مؤشرات السكان وقوة العمل عبر موقع الخدمات الإحصائية التابع لها. الهيئة تقول في بيان أن المؤشر الأول يحتوي على معدلات نمو السكان الكويتيين طبقا لمختلف السنوات، فيما يوفر المؤشر الثاني معدل زيادة غير الكويتيين عبر السنوات مع إمكانية تحديد جنسيات محددة لعرض تطور أعدادها. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الهيئة العامة للمعلومات المدنية زميل نواف شراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت. صباح الخير نواف، أرقام عديدة يحملها بيان الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لو تطلعنا على أبرز هذه الأرقام ودلالاتها. صباح الخير أسراء، وصباح الخير نجيب، وصباح الخير كل من يشاهدنا الآن عبر برنامج العالم هذا الصباح من مبنى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجديد حقيقة من هذه المؤسسة العريقة والتي تقوم على مدار الأيام وحتى على مدار مستمر في عملية مواكبة كل ما هو يستجد ويتطور وفق مجال العمل. بالأمس تم الإعلان حقيقة عن إضافة مؤشرين جديدين إلى قسم مؤشرات السكان وقوة العمل، ولكن حتى نعطي للمشاهد صورة أقرب حول هذا الموضوع وهذه المعلومات على هذه المؤشرات الجديدة التي تقوم عليها حقيقة الهيئة العامة للمعلومات المدنية، يسعدنا أن يكون معنا الآن الأستاذ ناصر العتيبي مدير إدارة التشغيل والدعم الفني في الهيئة العامة للمعلومات المدنية. أستاذ ناصر صباح الخير، شكرا لك على تلبية هذه الدعوة. إضافة مؤشرين جديدين إلى قسم مؤشرات السكان وقوة العمل، جهود كبيرة تبذلها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، يا ليت تطلعنا على هذين المؤشرين الجديدين والمعلومات عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين. نعم، الهيئة العامة للمعلومات المدنية أضافت مؤخرا مؤشرين جديدين لقسم مؤشرات السكان وقوة العمل في موقع الهيئة للخدمات الإحصائية، وهي مؤشرات، المؤشر الأول يعني في معدل نمو السكان الكويتيين ونسبهم طبقا للسنوات المختلفة، كذلك معدل نمو حجم الأسر الكويتية خلال السنوات الماضية إلى وقتنا الحالي، كذلك المؤشر الآخر هو حجم تطور أعداد السكان الغير الكويتيين من خلال لوحات تفاعلية كل جنسية نسبتها لحجم السكان. أستاذ ناصر، بالنسبة لما تفضلت فيه بالنسبة لمؤشرات السكان الكويتيين وحجم الأسر، يليت تعطينا أمثلة عنها. طبعا أظهرت معدلات ونسب النمو، طبعا هي المؤشر يعطيك نمو الأفراد ونمو الحجم الأسر. إن أخذنا في 90 و95 كان نمو الأفراد الكويتيين نسب 0.040، أعتقد الآن 0.2، أظهر انخفاض على معدل نمو الأفراد الكويتيين. كذلك حجم الأسرة الكويتية كانت نسبتها 6.4، يعني كانت حجم الأسرة الكويتية بالتسعين وخمسة وتسعين كانت من 6 أشخاص إلى 7 أشخاص، الآن حجم الأسرة الكويتية من 4 أشخاص إلى 5 أشخاص. وبالنسبة لحجم الأسر أو السكان بالنسبة لغير الكويتيين، هل من أمثلة لديكم؟ طبعا نمو حجم السكان الغير الكويتيين في مثلا بالتسعين لخمسة وتسعين كانت تمثل بالزيادة، حجم الجالية الهندية كانت تمثل 8% لجملة السكان، الآن في تصاعد خلال السنوات الماضية، وقتنا الحالي الآن تمثل 20%، مقارنة بالجنسية السريلانكية كانت حجمها للسكان كانت تمثل 4.6، الآن تمثل 2.5. أستاذ ناصر العتيبي، كل الشكر لك على هذه المعلومات وعلى هذه الجهود، وإن شاء الله نحن مستمرون معكم أيضا كقطاع الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون دولة الكويت في كل ما يستجد وكل ما هو يواكب التطور الحديث بالنسبة للبيانات والمعلومات المدنية. كل الشكر لك. شكرا لك. أسراء، يمكن استمعنا إلى السيد ناصر العتيبي مدير إدارة التشغيل والدعم الفني في الهيئة العامة للمعلومات المدنية حول آخر ما استجد حقيقة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بشأن إضافة مؤشرين جديدين إلى قسم مؤشرات السكان وقوة العمل. حقيقة جهود تبذل وكل ما يصب في مصلحة الوطن من حيث المعلومات المدنية، وهذا هذه المؤسسة العريقة التي حقيقة تملك هذه المعلومات والبيانات وتواكب كل ما هو يتطور بالنسبة لهذا المجال. نعم،
نعم، إذن زميل نواف شراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت كنت معنا من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.